مش غل. استنى استنى، يلا عملنا المره اللي فاتت الموضوع ده تمام، الاي ار دي اتناقشنا فيها دلوقتي، كان اسلام بيتكلم فيها تمام. لقينا ان احنا رابطين ما بين الريسيرفيشن والكوتشز تمام، العلاقه دي مش صح. ليه؟ علشان لقينا لو عبد الحجز بتاع عبد الرحمن مع كابتن مينا تمام، والكابتن عنده كم ميعاد؟ كذا ميعاد، صح ولا غلط؟ تمام، كده مش هعرف الحجز ده مع انهي ميعاد. مثال، عبد الرحمن حاجز مع ايمن، اهو بص، عبد الرحمن حاجز مع ايمن كورس اندرويد، تخيل معايا الجيمز كورس. طيب ايمن ده عنده من 5 ل 8 ومن 8 ل 11، عبد الرحمن حاجز ثاني ميعاد، ما قلتش، انت قلت عبد الرحمن حاجز مع ايمن بس. طب ايمن يا ابني عنده 2 كورسين، ما تعرفش. فقلنا هنعمل ايه؟ هنربط الحجز بمين؟ بالميعاد، والميعاد بمين؟ يبقى عبد الرحمن حاجز من 5 ل 8، ومن اللي من 5 ل 8 ده مين؟ ايمن، يبقى عبد الرحمن حاجز مع ايمن بس من 5 ل 8. فهمتها؟ فدي الحته اللي احنا اتناقشنا فيها. قبل ما تدخلوا هنفتح الاي ار دي بلس، هنخش بالاكونت دايجرام حتى داخل اهو الاي ار دي اهو، نعمل صلاة الله وبركاته ابو حميد، عايزين نعمل امبورت اهو، كوبي ادي الاي ار دي، طبعا دي الجديده صح، هي دي اهو 18/7، الغي دي بقى اهي. عايزين بقى نعمل ايه؟ شايف دي تتلغي، وهنربطها الريسيرفيشن بمين؟ بالابوينتمنت. الحجز الواحد ليه كم ميعاد؟ يعني انت لما تيجي تحجز كورس ويب ليه كم ميعاد؟ واحد. انت حجزك ليه كم ميعاد؟ ميعاد واحد، ما ينفعش تيجي. ايوه بس ما ده كل ده يعتبر ميعاد تمام. بعد كده سبت واثنين واربع، ايوه صح، لازم مني ممكن الحجز الواحد عندك كذا ميعاد، ايوه سبت واثنين واربع من 5 ل 8، وهنا هتكون متسجله عند المواعيد سبت واثنين واربع صح، والميعاد في منه كام حجز؟ مني دي مينو تمام صح، واخد بالك؟ ايوه هي هتبقى كده. الحجز الواحد ليه كام ميعاد؟ كتير. طب الميعاد ده انت الوحيد اللي واخده؟ ما هو ده معاك ناس زي زمايلك كده تمام كده؟ طيب سيب بقى. الجهاز ده مش شغال فين؟ الجهاز شوف الفيشة كده، شوف السلك كده يا أحمد. بس اللي عندك الجهاز ده لو أي يتحرك هفوة بتلاقيه بيتفصل. شغلت الشبكة؟ دخلت الشبكة تاني؟ كده اشتغل. طيب تمام كده، نرجع بقى للدايجرامز بتاعتنا. الار اس رسمتوها اهو ما شاء الله 100 100. رسمت حاجه عبد الرحمن؟ ليه بقى؟ ولا دخلت ولا عملت حاجه؟ ايه ايش يا عم عبد الرحمن؟ تعالى بقى بسم الله. واحد، العلاقة دي نوعها ايه؟ الممبر والتيكت. وان تو ميني صح ولا غلط؟ قال لك قاعدة التحويل بتاعت الوان تو ميني، الوان يروح للميني. قاعدة التحويل بتاعت الوان تو ميني، احنا هنا عملنا لكل انتيتي تيبل وخلاص وحطينا اللي جواه. قال لك بقى تعالى امسك الريليشن. الريليشن ليها قواعد، هم ثلاث ريليشن. وان تو وان، وان تو ميني، ميني تو ايه؟ قال لك قاعدة الوان تو ميني، الوان يروح لمين؟ انت قلت ما بين الممبر والتيكت تروح
بص يا انت عملت دي، انت اللي عامل دي يا محمد صح؟ طب بص يا محمد، الحته بتاعت البرايمري كي الكلاب اي دي ديت لو فيها نقطه، لو انت عندك اكتر من نادي، انت عندك كام نادي؟ هو السيستم، لا السيستم ده لكام نادي؟ نادي واحد خلاص، يبقى هو نفس الاي دي دايما. الكلام ده لو كان ايه؟ بتعمل سيستم لايه؟ لنوادي. خدت بالك؟ يبقى دي اول حاجه، دي لا. ده كده ريموف اهو. الناشونال اي دي اللي هو رقم البطاقه، رقم البطاقه يتاخد بس مش بالضروره يعمل بتعمل برايمري كي. رقم اقول لك ليه؟ علشان ممكن طفل يجي لي معهوش بطاقه. ايه؟ الرقم القومي. يبقى في الحاله ديت هتعمل لما اجي اميز العضو في النادي، اميزه برقم الكارنيه ولا رقم البطاقه؟ الكارنيه. بس ممكن يبقى رقم البطاقه معايا عشان اقدر ابحث ايه؟ بيه، يعني وجوده مهم في الحته اللي انتوا عليها، ابحث بيه مش بالضروره برقم الكارنيه. طب اسالك سؤال، في المدرسه لما يجي يبحثوا عنك بالكارنيه بتاعك الاي دي ولا رقم بطاقتك؟ الاي دي، مع العلم انت عندك رقم قومي بس مهم بالنسبه للشركه الاي دي، او للمدرسه الاي دي، في الجامعه الاي دي. خدت بالك؟ مش لازم يتكرر رقم بطاقه بس مهم اخده منك، يبقى مش برايمري كي. يعني هو يتاخد عادي جدا اهو، يبقى موجود الناشونال اي دي موجود، احنا ما كناش حاطينه، مهم وجوده، رقم البطاقه مهم وجوده، بس ما يكونش هو المميز بالنسبه للنادي. المميز في النادي مين؟ رقم الكارنيه. في المستشفى ايه المميز للمريض؟ رقم الملف. مش مع العلم كلنا معانا بطايق. طب اسالك سؤال تاني، في البنك ايه المميز ليك؟ رقم الحساب مش رقم القومي، مع العلم كل اي واحد بيخش بنك معاه رقم قومي. خدت بالك؟ في السجل المدني رقم القومي، في الاسم رقم القومي، صح غلط؟ في حالات فعلا الرقم القومي هو المهم، وفي حالات يقول لك لا انا عامل رقم لنفسي، وانا قلت لك وانا بعد رقم قومي ولا ليه؟ انا عامل رقم لنفسي. انا متاكد مليون علشان ايه بقى الحركه دي؟ خش يا فندم لازم تاخر عشان بيجي يقول لك ايه؟ افرض جيت في مره رايح تعمل كارنيه في النادي، وراح قال لك اديني بطاقتك عشان هو شغال بالكارنيه، راح بيدور ما لقاش رقم بطاقه. تقول له روح وتعالى لي ان شاء الله تاني؟ لا، ده النوادي ما بتصدق حد يخبط على بابك. خد بالك؟ يقول لك لا هعمل لك رقم الكارنيه بس اخد الداتا كلها منك، بس بعد اذنك ابدل الرقم بتاعه وما تيجي منك. صح ولا غلط؟ خد بالك؟ فلو انت وجوده صح مهم، بس ما كانش تعمل برايمري. ايه؟ اه طبعا هتعمل يونيك، واحنا بنبني الداتا بيز. تمام؟ طيب. كمل، نعمل بقى العلاقه، اول علاقه العلاقه بين التيكت الممبر والتيكت، العلاقه 1 تو ميني، قاعده التحويل بتاعت ال 1 تو ميني. ايه؟ ما ينفعش تيبل بدون برايمري كي. كنت ممكن تعمل ايه بقى الابوينتمنت البرايمري كي بتاعه ايه؟ الدي والفروم والتايم، بس برضه غلط. اول حاجه ما ينفعش تيبل يكون بدون برايمري كي، ده رقم واحد. واحده واحده. الميعاد. ما هو ما ينفعش جدول من غير برايمري كي، فاحنا مضطرين نعمل له ايه؟ اي دي واوتو نمبر. طب واحد يقول طب ما تخلي اليوم مع التايم مع الدي مع التو برايمري كي، ثلاثة مع بعض. هقول لك مش ممكن تلاقي ميعاد سبت واثنين واربع، من قصدي سبت من 5 ل 8، ينفع تلاقي سبت تاني من 5 ل 8؟ مع كوتش تاني. يبقى في الحاله دي هتضطر تعمل ايه؟ البرايمري كي مين؟ اليوم ومن والى والكوتش. الاربعه مع بعض برايمري ايه؟ سبت 2 4 مع كابتن رقم 5. ينفع اقول سبت من 5 ل 8 مع رقم 5 تاني؟ ما هي متسجله فوق، هي سهريه. انا كنت مع كوتش تاني؟ ما هو رقم 5 تاني هو هو. طب مع رقم 8؟ اه تنفع. ينفع اقول حد من 5 ل 8 مع 5؟ ايوه. اه فاهمه؟ طبعا
طبعا بس عشان لما تيجي بقى تتعامل مع الجدول تتعامل بكام حق؟ باربع حقول صعبه، خد بالك صعبه، فعشان كده بنعمل له ايزك. اما لو انت عملت البرايمري كي هم الاربعه ما حدش يقول حاجه وصح، بس لما تيجي تقول ايه بقى، انا عايز بقى عايز مواعيد الكوتش بتاع كذا، هتضطر تقول اليوم مع مين مع عائله مع الكوتش، عشان تبحث بكده لازم تقول الاربعه. اما الاي دي وتريح نفسك، وما ينفعش تيبل بدون برايمري كي. تمام؟ طيب تيجي هنا بعد كده الممبر والتيكت نوعها 1 2 ايه؟ يبقى الممبر ال1 يروح للميني، فين التيكت؟ اهي اروح ساحب كونكت من الممبر للميني للتيكت. بص هيحصل ايه؟ حط ايه؟ ممبر ايه؟ ممبر اي دي، صح ولا غلط؟ الممبر اي دي مكتوب جنبها ايه؟ اف كي يعني فورين كي، اف كي يعني فورين كي، فورين كي يعني جاي من جدول تاني، فورين كي يعني جاي من جدول تاني، يعني الممبر اي دي اللي هيتكتب هنا لازم يكون متسجل فين؟ في الممبر. ما تقولش التذكره اللي رقمها 600 اللي تكلفتها 100 جنيه خدها ممبر رقم 66 ومفيش من جدول الممبر رقم 66، يقول لك ما ينفعش. وهو ده فايده الفورين كي، وهو دي فايده العلاقه اللي قلت لكم المره اللي فاتت، لما قلت لك ما ينفعش اقول الطالب اللي اسمه اسلام في جامعه القاهره تبع كليه التربيه، مفيش اساسا كليه التربيه في جامعه القاهره. حامل البيانات من اللي في الجداول الثاني. تمام؟ اشمعنى سحبت من الممبر للتيكت ما سحبتش من التيكت للممبر؟ قال لك عشان حضرتك العلاقه ال1 تو مين، ال1 بيروح لمين؟ للميني دايما. طب ليه بقى؟ لو كنت سحبت التيكت نمبر للميني يبقى كان رقم التيكت هيجي فين؟ عند الممبر، ما هو بياخد البرايمري كي. الممبر الواحد ممكن ياخد كام تيكت؟ فان شاء الله مع كل تيكت يسجل له كل الداتا الثاني؟ ها؟ مع كل تيكت ياخدها تقول له اديني اسمك والدرجه العلميه وعنوانك وتاريخ ميلادك والجندر مره ثانيه. طب جه خد تيكت ثاني تقول له هات ثاني، اقول لك مش عايز تيكت ثاني. وانا كل مره تيجي تاخد داتا ثاني، خدت بالك؟ زي هنا خد الداتا منك اول مره، جرب كده تسجل في كورس ثاني، خلاص ما هي عنده، شكرا، في المركز هنا هي عنده خلاص. تمام؟ طيب عشان كده العلاقه ال1 تو ميني، بس هي قاعدتها بتقول ال1 يروح لمين؟ دي قاعده متعارف عليها ثابته اساسا، بس انا بفهمها لك ليه؟ طيب العلاقه دي مين اللي يروح لمين؟ السبسكريبشن يروح لمين؟ للبيمنت. اهو فين السبسكريبشن؟ كونكت. فين البيمنت؟ اهي. بعد كده ده مين؟ المرافق. المرافق ده ويك انت على يعني فكره، صح ولا غلط؟ الويك انت البرايمري كي بتاعه فين المرافق؟ اهو البرايمري كي بتاعه عباره عن حاجتين. قبل ما نقول اي حاجه، هي دي 1 2 يعني رقم المرافق رقم العضوي عند مين؟ اهو المفتاح الرئيسي بتاع المرافق حاجتين، البرايمري كي بتاع نفسه والممبر اي دي الكيان المعتمد عليه. تاني المفتاح الرئيسي بتاع الويك انتيتي عباره عن حاجتين. فاكرين لما قلت لكم جيت دخلت المركز تحت وسالت استاذ طه تحت وقلت له ايمن فين؟ قال لك اقعد على جهاز رقم 6 فوق. قلت له ايه؟ في انهي قاعه؟ يبقى لازم عشان تنادر الجهاز لازم تقول جهاز رقم 6 اللي في قاعه كذا. طب انت جيت قال لك المرافق رقم 5، هو انت ممكن استاذ عمرو حجز في القاعه، حجز في النادي عمرو، تمام؟ حجز لمين؟ لزوجته ولاولاده الاثنين. فواحد اثنين كام؟ ثلاثة. أيمن حجز لزوجته 1 و2، صح؟ إسلام حجز لزوجته 1 و2. لو قلت عايز المرافق رقم 2 هيطلع لك كام مرافق؟ ثلاثة، من عند إسلام ومن عند أيمن ومن عند أمر. هتضطر تقول إيه؟ أنا عايز المرافق رقم 2 اللي مع العضو اللي اسمه أيمن، صح ولا غلط؟ عشان كده لازم أقول رقم العضو معاه اللي هو الممبر أي دي، عشان كده ده بيتقال عليه ويك إند، معتمد على وجوده ومعتمد على وجود مين؟ الممبر. لو حذفت ايمن واحد واثنين يبقوا موجودين، زوجته ومراته زوجته وبنته ما يكونش موجودين في الداتا. ممكن اعمل مرتين مختلفين يعني ده 1 2 3. ماشي، بس هي الافضل كده ليه؟ عشان يسهلك عمليه الحذف. الافضل كده طبعا عشان انت وجود المرافق معتمد على وجود العضو. ايمن لو مشي مراته وابنه مين؟ يطلع بره القاع، مراته وابنه يطلع بره الايه؟ النادي. دكتور
الاثنين برايمري كي مع بعض. يعني ايه؟ ممبر رقم 5 عضو رقم مرافق 1، ممبر رقم 5 مرافق 2. يا باشا طالما الاثنين برايمري كي مع بعض الاثنين ما يتكرروش مع بعض تاني. انت هنا قايل 5 كام؟ وهنا ينفع 5 1 تاني؟ لا. طب 6 1 ينفع؟ 6 1 تاني؟ لا. الاثنين مع بعض ما يتكرروش. عشان كده يبقى اتبقى. عارف لو كنت عامل بس الفاصلة دي هو متكرر برايمري كي لوحده كنت انت بتقول كلامك صح. ما انا مش عامل هو لوحده، الاثنين مع بعض. معنى الاثنين مع بعض يعني لازم الاثنين مع بعض يتكرروا او لا. في الحاله دي يضرب. ده جهاز رقم 5 في قاعه كام؟ 302. ينفع اقول الجهاز ده رقم 5 في قاعه 302؟ طب ما انت قلته خلاص رقم الجهاز مرتين قال لك لا يرفض. عشان البرايمري كي بتاع الجهاز كام حاجه؟ الجهاز مع مين؟ مع القاعه. خدت بالك؟ زي ما هنا بالظبط. طيب تعال العلاقة دي نوعها ايه؟ الامبلوي والسبسكريبشن. مين اللي يروح لمين؟ وان تو ماني. الموظف بيعمل كام اشتراك؟ ما تقروا اهي ماني اهي. يبقى الامبلوي يجي عند مين؟ اهو فين الامبلوي؟ اهو. بعد كده العلاقة دي نوعها ايه؟ 1 تو 1. البيمنت ديتيلز ومين؟ قال لك ال 1 تو 1 قاعدتها تقول ايه؟ طب قبل ما نعمل دي الامبلوي والبيمنت ايه؟ 1 تو 1 اهي. دكتور معلش البيمنت والبيمنت ديتيلز لسه انا ما قلتش لسه ما جبتهاش انا بقول الامبلوي والبيمنت اهي تمام؟ اللي هو الايصال. طيب نيجي هنا بعد كده دي 1 تو 1 قال لك ال 1 تو 1 اي حد له اي حاجه. ايه بقى البيمنت ديتيلز ديت؟ انا هقعد اعيد كل الفات تاني. انتوا ما بتذاكروش ولا ايه؟ اثرت في الحته دي ليه 1 تو 1 ليه مش 1 تو 2؟ ايوه ما ده دليل انت ما سمعتش فيديو المره اللي فاتت. طب ما انا شرحتها اهو يا بيه. بص البيمنت ديتيلز هو التفاصيل. ايه بيانات هقول لي كده؟ الديتيلز الاي دي باين الديت والفاليو والحاله صح؟ حاجه تاني؟ عملت الديت والاي دي صح؟ ايوه الاي دي يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. ده جدول الاقساط. ده جدول الاقساط اللي المفروض تدفعه. أنا اشتريت موبايل ب 5000 جنيه دفعت 1000 عليك 4000 تمام؟ قلت ال 4000 دول هدفعهم على 4 شهور. طب يا ابني انت واخد التليفون امتى؟ 1/8. يبقى اول قسط تدفعه 1 كام؟ تاني قسط كام؟ تالت قسط كام؟ مش فارقه بقى عارف ولا ماشي؟ رابع قسط عشان قلت على 4 شهور. حلو؟ ده الجدول اللي المفروض تمشي عليه وتجيله كل شهر تدفع الاقساط. حلو؟ ده بيكون متخزن في السيستم ويكون متخزن معاك ورقه قلم اللي هو بيسموها حافظه شيكات او بيسموها حافظه اقساط. في البنوك بيقولوا عليها حافظه شيكات. لما يكون عليك شيكات اكتر من شيك فانت بتبقى عارف ان كل شهر عليك شيك معين. وهنا بيسموها حافظه اقساط. حلو؟ والورقه دي بتبقى معاك في البيت. ليه؟ بتفكر نفسك. طيب تيجي النهارده بقى تيجي تجي تدفع البيمنت بقى. البيمنت ده يا عم اسلام اللي هو ايصال ايه؟ استلام مين؟ قسط. تمام. الايصال الواحد جاي يتدخل بياناته. ايه بياناته؟ الاي دي والديت صح؟ والفاليو صح؟ حضرتك الايصال الواحد يخص كم قيمه قسط؟ قسط واحد. ولو هتدفع قسطين ليك كم ايصال؟ عارفين بالبلد يعني ايه؟ الكمبيال صح ولا غلط؟ بالبلد الكمبيال. حضرتك لما بتيجي تدفع مش بيديك الكمبيال؟ لما تيجي تدفع الشهر الجاي تقول له بقول لك ايه انا هديك الشهر الجاي مقدم بيديك ايه؟ الكمبياله الثانيه. هو ده الكمبيال. حلو. ودي الايصال بتاعها. الايصال الواحد بيدفع كم من قسط؟ طب والقسط الواحد ليه كم كمبياله؟ كمبياله واحده. انت فاهمني؟ قصدي ان قصدي ان الايصال ليه كذا قسط. الايصال الواحد قصدي
الصال الواحد بدفع فيه اكتر من قسط، ده معنى كده انت بتقول الايصال الواحد بدفع فيه اكتر من قسط. لو سياسه الشركه بتقول كده، بس محدش بيعمل كده. انا واخد قسط تكييف من شركه رايه، دفعت قبل كده شهرين مع بعض عشان كنت مسافر، قلت لهم هدفع شهرين عشان الشهر الجاي مش موجود، لو كده كنت هتدفعوني غرامه. قال لك خلاص. لما جيت دفعت الشهرين ودفعت 600 جنيه حق الشهرين، لقيتهم مديني كمبيالتين وطبع لي ورقتين. يعني معنى كده كل قسط بايه؟ في كمبيال. في شركه تقول لك ايه؟ يقول لك هتدفع شهرين هدوم لك بقسط واحد بكمبيال واحد، خلاص حسب سياسه الشركه. وفي شركات ثانيه تقول لك لا، بس الطبيعي والمتعارف عليه ان القسط الواحد دي كام كمبياله؟ دي 1 تو 1. خدت بالك؟ لو انت سياسه الشركه بتقول كده خلاص، بس اديك فهمتها. يبقى معنى كده لما تيجي تدفع الاربع قسط مره واحده طالع لك كام كمبياله؟ كمبياله واحده. لو بكلامك كمبياله واحده. خدت بالك؟ اما هنا 1 تو 1. انت فهمتها؟ بمثالنا احنا نقول والله العظيم ثلاثة رديت على نفس المرة اللي فاتت الكلام ده. ماشي، ما هو في عملية ان هو بيقعد يدفع، وبعد كده في نظام بيقعد يتابع معاه كل مرة. بس يعني ايه في عملية بيقعد يدفع؟ يعني هو أول مرة بيدفع وبعد كده بيقعد يجيله بقى القسط ده كل مرة. حلو، هيجيله ازاي بقى؟ قولي لي بقى. هو دي انت رديت على نفسك. لازم يبقى في سيستم بتابع هو دفع امتى. هو ده. ماشي، بس ليه مش نفس السيستم اللي انا بتابع منه هو نفس السيستم اللي بيجي يدفع لي؟ لا طبعا، عشان ده بسجل الداتا الاول، دي بتتسجل كلها مره واحده من اول زياره ليك معايا لما خدت القسط. بقول لك انت جدولتك كذا، والتاني كل مره بجديد، يعني ما بتتسجلش اول مره. يعني انت النهارده جيتي لي خدت موبايل، هاجي اقول لك دي قساطك، اسجل لك كمبيالاتك مره واحده انك دفعتيها، ولا لما تيجي تدفعي؟ ما هو ده الايصال للاستلام اللي هتيجي تدفعي بيه. اما ده الحافظه، حاجه اقول لك انت النهارده عليك قسط، سجلت كل من اول زياره، قلت لك على فكره احنا اتفقنا مع بعض على اربع شهور اهم بجدولتهم، صح ولا غلط؟ وده طبيعي من اي شركه. هل بقى اسجل لك اقول لك انك دفعتيهم ولا لما تيجي تدفعي؟ خدت بالك؟ ذاكروا، ارحمونا ذاكروا عشان ما نعيدش الموضوع تاني. الاي ار مش ساعه، عشان كده قلت لكم من المره اللي فاتت بدايه الكورس هيبدا من امتى؟ من المره اللي فاتت. انا قلت لكم كده محتاج ممارسه. حد فيكم فكر في بروجكت؟ ايوه فكرتي؟ طب كويس، هنتكلم في نهايه الموضوع ونشوف كل واحد فكر فيه. تمام؟ طيب 1 تو 1. ابو حميد بيقول له احنا عملنا ايه؟ ال 1 تو 1، بص بقى ال 1 تو 1 القاعده بتقول ايه؟ ال 1 بيروح لمين؟ ال 1 تو 1 بقى، بص يا وليد، اي حد يروح لاي حاجه. ال 1 تو 1 قاعدتها بتقول اي حد يروح لاي حاجه. عايز تاخد رقم الايصال تحطه عند هنا، ماشي. عايز تاخد رقم الحافظه تحطه هنا، ماشي. بس قال لك في حاجه اسمها الاصح. طيب سيبك من المثال ده واديك مثال سهل. دكتور وكليه، العلاقه علاقه عميد. الدكتور عميد كام كليه؟ والكليه لها كام عميد؟ واحد. تمام؟ طيب تيجي هنا عند حضرتك هنا، عايز تاخد رقم الدكتور تحطه عند الكليه، صح. عايز تاخد رقم الكليه تحطه عند الدكتور، صح. ده لو انت بتصحح في طلبه في الجامعه. اما لو بديك سيستم، لا، في حاجه اسمها الاصح. واحده واحده بقى تسال نفسك سؤال، هو اي دكتور في الجامعه عنده كليه يرقص عمادتها؟ لا. طب اي كليه لها عميد؟ يبقى الدكتور اللي جه عنده كده، ما فيهاش حل تاني كده. اي دكتور في الجامعه عنده كليه يرقص عمادتها؟ لا. اي كليه لازم يكون لها عميد؟ يبقى الدكتور اللي جه عند الكليه. طيب مريض وسرير، المريض بيقعد على كام سرير؟ والسرير بيقعد على كام مريض؟ واحد. بسين. طيب اي سرير في المستشفى لازم يكون عليه مريض؟ لا. اي مريض لازم يكون ليه سرير؟ يبقى السرير اللي جه عند المريض. محدش بقى يتفزلك ويقعد يقول لي ايه، اصل المريض بيتمشى، هو اللي بيجي بيروح للسرير بيمشيني وشه. مش انا ماليش دعوه بالراجل بيتمشى. بس في ناس تفهم كده، يقول لي ايه؟ الدكتور هو اللي بيمشي للجامعه، للكليه، هو اللي الكليه ما بتنقلش مكان تروح للكليه، ماليش دعوه بالعلاقه دي. هنا اي سرير لازم يكون عليه مريض؟ اي سرير في المستشفى لازم يكون عليه مريض؟ لا. اي مريض لازم يكون ليه سرير؟ يبقى السرير جنبه. تعالى بقى هنا.
الاتصال وحفظ الشيكات. اي حفظ شيكات، اي حفظ شيكات من دول او اي قسط من دول لازم يكون ليه اتصال دفع. ايوه. طب افرض الراجل ما دفعش، مفيش اتصال دفع، وبالتالي بتتجه ليه؟ المحاكم. بس بالتالي عندك اتصال دفع ملوش، قصدي قسط ملوش اتصال دفع، وما الناس بتتجه للمحاكم ليه؟ يبقى كان كلامك صح لو كنت في حاله ما حدش بتتجه للمحاكم، صح ولا غلط؟ انت بتربط الدنيا بالواقع. شوف انا عمال ايه بكلمك واقع، ما بجيبش بقى كشرح وكاكاديمي وكشغل، لا اهو هو هيتقال لك كده. لو جيت قلت هنا اي قسط لازم يكون ليه اتصال، لو قلت يبقى معنى كده يبقى كل الناس بتدفع وماشيه زي الفل، يبقى ما كانش حد بيروح المحاكم، صح ولا غلط؟ اما احنا عندنا في ناس، ليه الناس بتروح المحاكم؟ عشان بيبقى عليه قسط بس ايه؟ ما دفعوش، صح ولا غلط؟ يبقى مش اي، يبقى اي قسط مش لازم يكون ليه اتصال. طب اي اتصال لازم يكون اتدفع على قسط؟ اكيد اكيد، مش جاي يتكرم ويدفع عليهم كده زياده، صح ولا غلط؟ يبقى مين اللي يجي لمين؟ يبقى اللي تنزل تيجي هنا. تاني، اي قسط لازم يكون ليه اتصال؟ لا، في حاله، لا في حاله لو ما دفعش، في حاله لو ما دفعش قال لك معلش فلوس مش هدفع، ارفعوا عليا قضيه وكده خلاص، كده هيبقى في اتصال ايه؟ ما تدفعش خالص، صح ولا غلط؟ طيب اي اتصال خرج من عندك لازم يكون خرج لقسط؟ اكيد، امال العميل جاي يرش على الناس، صح ولا غلط؟ يبقى لازم الديتيلز اللي تيجي هنا اهو، تروح سحب من الديتيلز. فين الديتيلز؟ اهي. فين؟ على مين؟ على البيمنت. فين البيمنت؟ تمام؟ طيب، ويا ريت اللي سماها كان يسميها كده. امال الناس دي عملتها ازاي؟ تدلعي انت يا فاطمه. دلع والله. هو ايه ثلاث وحايد دي؟ ولا اربع وحايد دي؟ تمام؟ تعالى بعد كده. العلاقه دي نوعها ايه؟ الجيمز تروح لمين؟ اهو. فين الجيمز؟ فين الكوتش؟ العلاقه دي نوعها ايه؟ لا دي خلاص اتلغت، احنا اتفقنا على دي، مش احنا عدينا دلوقتي اهي. العلاقه دي نوعها ايه؟ لا اركن عليها شويه. العلاقه دي نوعها ايه؟ مين اللي يروح لمين؟ اهو. فين الكوتش؟ وفين الابوينتمنت؟ ايه تاني؟ العلاقه دي الامبلوي يروح لمين؟ اهو. فين الريزرفيشن؟ يا ابو وليد لا 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 دول كام؟ ودول تبعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ودول 1 2 3 4 5 6 7 8 سيفيشن اهو ظلام دلوقتي بعد كده العلاقه دي نوعها ايه؟ البرانشز الفرع يروح لمين؟ اهو كونكت. فين الفرع؟ وفين السبسكريبشن؟ الريسيرفيشن ومين؟ والممبر. وان تو ميني ممبر للريسيرفيشن. الريسيرفيشن ومين؟ لا ما دي خلاص لغيناها. تمام؟ تعالى بقى العلاقة دي بقى ايه؟ ميني تو ميني، صح؟ الوان تو ميني قاعدتها الوان تو وان الأصح جدع، مش أي حد يروح أي حاجة، الأصح الأصح أي حد يروح أي حاجة دي لو بتدرس، لو في الجامعة بنعملها صح لأي طالب،
بس صح وانت شغال. طيب المين اوتومين ايه؟ قال لك تعمل جدول جديد يتاخد فيه البرايمري كي بتاع الجدول الاول والبرايمري كي بتاع الجدول الثاني ويتحط في جدول جديد. يتعمل لها جدول ايه؟ قاعدتها بتقول كده، يسمى جدول اسوشيتيف. طيب تعال اعمل جدول ايه جديد هتسميه هو بين مين ومين؟ سميه ريسيرفيشن اندرسكور ابوينتمنت، اندرسكور ابوينتمنت. يتاخد فيه البرايمري كي بتاع الاولاني والبرايمري كي بتاع الثاني. تمام. تعالى بقى اخد البرايمري كي بتاع الاول والبرايمري كي بتاع الثاني والاثنين مع بعض برايمري كي. لا بيتسمى وسيط. وسيط يبقى المين اوتومين تعمل فيها ايه؟ جدول جديد اخد فيه برايمري كي بتاع الاولاني برايمري كي بتاع ايه؟ والاثنين مع بعض برايمري كي. تعالى بقى ننظم الليله دي عشان ده كده ايه مبهوقه. حد ما كويس في ريليشن كده لسه حاجات لسه عامله. فين الممبر والبرانش؟ فين الممبر والبرانش؟ مفيش علاقه بين الممبر والبرانش الا عن طريق السبسكريبشن، مفيش علاقه مباشره. ما امتى تعرف ان انت في انهي فرع؟ لما تكون انت اشتركت فيه عن طريق الاشتراك. خلاص سيف كده تسيف كده الدايجرام زي الاثنين اهو، ادي الاولى وادي التاني. عايز تعمل كليك يمين اكسبورت ايمج عشان نسيفها كلوز، والتانية كليك يمين اكسبورت ايمج برضو عشان نسيفها كلوز. خد الرسمتين دول، دي هنسميها الـ ERD ودي هنسميها الـ RS. اه كراب اي دي يعني رقم النادي. ايوه النادي. اما برانش يعني ايه؟ الفرع. تمام. اما انت لو قلت نادي معناها نادي وادي دجله ونادي الزمالك ونادي الاهلي. اما انا عامل على النادي وادي دجله بس او نادي الاهرام بس او نادي كذا. تمام. خد ده قط بقى كده وحطهم في الفولدر بتاعنا عشان لو هتحتاجوهم. ريبليس الصوره دي بقى اللي تتصمم على الداتا بيز، هي دي بقى اللي نبدا نصمم على الداتا بيز. طيب نستوب الفيديو ده.